عاجل بكاء خالد الغندور وطرده من قناة الزمالك بقرار من اللجنة الثلاثية بعد تطاوله على ما يحدث لنادي الزمالك. تصريحات خطيرة جدا من خالد الغندور ينتقد قناة الزمالك وسياستها وينتقد مجلس إدارة نادي الزمالك السابق. خالد الغندور يتغزل في النادي الأهلي ويفتح النار على سياسة نادي الزمالك السابقة ويطلب تغيير سياسة النادي المجلس القادم. قرار عاجل من اللجنة الثلاثية المؤقتة بفسخ عقد خالد الغندور من قناة الزمالك وعدم دخول القناة مرة أخرى بسبب إهانته لكيان نادي الزمالك بعد رحيل مجلس الإدارة. قرار عاجل من خالد الغندور بشكوى للمجلس الأعلى للإعلام بعد فسخ عقده مع قناة الزمالك ويطلب تعويض مالي ضخم عاجل. الكابتن فاروق جعفر يفتح النار على انتخابات نادي الزمالك كلها مصالح ويجب الامتثال والمراقبة للانتخابات في النادي الأهلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شعرنا صلى على الحبيب قلبك يطيب. لو أول مرة تشوف الفيديو وتشوف القناة انزل اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. شعرنا صلى على الحبيب قلبك يطيب. ما تنساش يا عم اللايك للفيديو علشان نعرف كم عدد محبين سيدنا محمد شفيعا لنا يوم القيامة. النهاردة يا سادة حلقتنا خطيرة جدا وبها مفاجآت وكوارث وفضائح من العيار الثقيل، وهي هجوم خالد الغندور على ما يحدث داخل نادي الزمالك وقرار من اللجنة الثلاثية بطرده خارج قناة الزمالك وبكاء خالد الغندور بعد فسخ عقده مع قناة الزمالك. ولكن قبل ما نخش في تفاصيل حلقتنا النارية، كل اللي نطلبه من حضراتكم لايك للفيديو علشان يوصل لكل الناس. هجوم قوي من خالد الغندور على ما يحدث في نادي الزمالك بسبب سياسة نادي الزمالك من فشل إدارة نادي الزمالك السابقة، وإن الجماهير كانت بتنتقدني على دعمي للمستشار مرتضى منصور وتقول لي إن أنا بطبل ليه، لكن ده مش حقيقي لأن نادي الزمالك لا يملك موارد مثل النادي المنافس علشان تنتقدني. يعني مش بنادي يملك مليار وخمسمائة مليون جنيه، بنادي لا يملك غير 100 مليون، فأكيد نادي صاحب القيمة المالية الأكبر هو اللي هينافس، يعني الأقوى ماليا الآن في مصر نادي بيراميدز والنادي الأهلي، واللي هينافس على البطولات هم الناديين الأهلي وبيراميدز. وأنا لو لاعب في نادي كله مشاكل ومش باخد مستحقاتي أكيد هسيب النادي وهمشي، والنادي الأهلي أكيد أكيد هيبقى هو البطل، ولو كان غير كده يبقى فاشل. لكن نادي الزمالك لو خسر هيبقى طبيعي، ما ينفعش نلوم عليه لأنه متدمر ماليا واقتصاديا، إنما لو كسب يبقى إعجاز. وبعدين النادي الأهلي يملك أكتر من فرع، بينما نادي الزمالك لديه فرع وحيد يملك موارد مالية مثل النادي الأهلي. أتمنى من مجلس إدارة نادي الزمالك القادم إنها لا تطبق سياسة الإدارة السابقة لأنها اتسمت بالفشل بسبب كم الديون التي أصبح عليها نادي الزمالك وعلى مستحقات اللاعبين لدى النادي. وبعد هذه التصريحات الهجومية من خالد الغندور لسياسة إدارة نادي الزمالك، فقررت اللجنة الثلاثية برئاسة عماد البناني بطرد خالد الغندور وفسخ عقده مع قناة الزمالك بسبب هجومه على إدارة نادي الزمالك وتشويه صورة النادي على السوشيال ميديا، مما أدى إلى غضب جماهير نادي الزمالك. فكان القرار من اللجنة الثلاثية بطرده من القناة وفسخ عقده وبكاء خالد الغندور بعد هذا القرار وشكوى للمجلس الأعلى للإعلام بعد عدم أحقية اللجنة الثلاثية بفسخ عقده وإنه سوف يقاضي اللجنة الثلاثية للحصول على مستحقاته المالية وتعويضه لما صدر في حقه، وأدى
بذلك عن تفاصيل، ودي كانت يا سادة تفاصيل هجوم خالد الغندور على مجلس إدارة نادي الزمالك السابق وسياسة نادي الزمالك. رغم أن خالد الغندور في سابق الوقت قد هاجم مرتضى منصور في وجوده كرئيس لنادي الزمالك، وتم طرده من القناة بقرار من مرتضى منصور، ولكن خالد الغندور طلب العودة للقناة ببكائه ولمرتضى منصور في مكتبه، ومرتضى منصور فضحه وتم رجوعه للقناة. فضيحة لخالد الغندور، وبعد رحيل مرتضى منصور ومجلسه خرج خالد الغندور يهاجم سياسة نادي الزمالك بالكامل، ولكن اللجنة الثلاثية قررت بفسخ عقده وعدم دخول قناة الزمالك مرة أخرى. وبعد ما سمعنا يا سادة دي تصريحات خالد الغندور وبكائه وبعد طرده، نخش على تصريحات الكابتن فاروق جعفر وهو يفتح النار على انتخابات نادي الزمالك، وقال كلها مصالح شخصية ولازم يتعلموا من النادي الأهلي. أسيبكم مع تفاصيل الخبر وارجعوا لي مرة أخرى. فاروق جعفر يكشف عن الفارق الزمني بين الأهلي والزمالك في فترة الانتخابات. تحدث فاروق جعفر نجم الزمالك السابق عن مشاكل النادي الأبيض في الوقت الحالي رسميا ومع اقتراب فترة الانتخابات. قال فاروق جعفر في حديث لبرنامج بوكس تو بوكس: مشكلة الزمالك انه لابد ان يمتلك افكار ورؤية مختلفة، مشيرا الى ان الاعتماد على رجل اعمال في قيادة النادي سيكون صعبا، واضاف: من الصعب الاعتماد على التبرعات، هناك الكثير من الانتقادات ضد رموز الزمالك وأبنائه الذين ضحوا كثيرا من أجله، والآن النادي يحتاج لأولاده للنهوض سريعا. وواصل تصريحات كرة القدم مصدر داخل الرئيس للزمالك: وبعدما تراجعت أصبح النادي في أزمة، لأن الأموال والرعاية تخص قطاع الكرة وعملت داخل الزمالك، ولكن بدون مقابل مالي، ولم أتقاضى أي شيء، بل وعلى عكس كنت أحاول المساعدة بشكل دائم، لأن داخل نادي ويجب مساعدة ودعم اللاعبين نفسيا ومعنويا. الأهلي دائما يترأس النادي نجوم كرة القدم، بينما في الزمالك يحاولون قتل رموز النادي ويحاولون جلب أصحاب المصالح في الانتخابات. وبدلا من الحرب الانتخابية أقول لأبناء النادي: عليكم أن تتحدوا في هذه الفترة، عليكم أن تتحدوا في هذه الفترة، يجب الابتعاد عن أي شيء أو التقليل من أي شخص أو رمز داخل نادي الزمالك قبل الانتخابات المقبلة. واختزلنا فاروق جعفر: لم أحسم موقفي من المشاركة في الانتخابات نادي الزمالك، وسأجلس غدا مع أيمن يونس وحسن شحاتة ونجوم الكرة للتشاور في هذا الأمر، وما يهمني حاليا هو نادي الزمالك والذي يعيش فترة صعبة في تاريخه. وبعد ما سمعنا يا سادة تصريحات الكابتن فاروق جعفر وتفاصيل حلقتنا النارية وتفاصيل طرد خالد الغندور وبكاؤه على الهوى، وعرفنا تفاصيل حلقتنا النارية، كل اللي نطلبه من حضرتك اللايك للفيديو علشان يوصل لكل الناس، وكده يبقى وصلنا لنهاية حلقتنا. نتمنى يا رب الفيديو يكون عجبكم، ادعموني باللايك للفيديو والاشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد. بشكرك يا صديقي انك كملت معايا الحلقة للنهاية. شعرنا صلى على الحبيب قلبك يطيب، انزل ادعمنا باللايك للفيديو علشان نعرف كم عدد محبين سيدنا محمد شفيعا لنا يوم القيامة. وانتظروني في فيديو قادم ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.